إذا قلنا السوداء عرفت، لكن أم محجنة ما حد يعرفها، صحيح، لكنها عند الله معروفة. الله أكبر. هذه امرأة عجيبة كانت تجلس عند قبيلة من القبائل في مكة، وكانت ترعاهم، خادمة مملوكة عندهم، فطلبت منهم العتق يعتقونها، فاعتقوها لسنوات الخدمة اللي بينهم وبينها، فاعتقوها. فقالت: إلى أين أذهب؟ أجلس عندكم وأأكل من طعامكم وأشرب من شرابكم على أن تجلس أن أخدمكم في تلك اللحظة. قالوا: أبد، هي لك. فجلست عندهم، فخطبت البنت الصغيرة عندهم، وكانوا أول عند القرشيين إذا خطبت المرأة الصغيرة والبنت وضعوا عليها وشاحا أحمر تلبسه. سبحان الله. فلما لبست الوشاح دخلت الخلاء أجلك الله دورة المياه، وضعت الوشاح على الباب ودخلت. فلما دخلت جاءت الحدأة، والحدأة معروفة حديث في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق تقتل في الحل والحرم، وذكر منها الحدأة. الحدأة إذا شافت اللون الأحمر انقضت عليه، تفكرها لحم تجي تاكل. فلما رأت الوشاح من بعيد انقضت عليه وأخذته وذهبت. وبعض الناس وليس الكل عندهم إذا سرق شيء في البيت وين يروحون؟ خادمة. ما على طول على طول هي المتهمة رقم واحد. فلما خرجت العروس الصغيرة هذه قالت: وين السوداء؟ جيبوها. ففتشوها وأنزلوا ملابسها. قالت تقول: وفتشوا قبري ودبري، عروها تماما. ثم من الحياء التي فيها جثت على ركبتها، ما تبي شيء من جسمها يطلع. ثم بكت وبدأت ترفع يديها إلى الله تبارك وتعالى وتشكو: اللهم إنك تعلم ما في من الضعف والضنك، علما إنها ما كانت على الإسلام. سبحان الله. فتركت دينهم، كل دين مكة، الأصنام وغيره، وقرعت أبواب السماء. ومن هنا نعرف أن دعوة المظلوم جاء عند أبي داود، قال صلى الله عليه وسلم: ترفع إلى السماء كأنها شرارة. كيف تنزل؟ كيف تنزل على صاحبها؟ ولهذا يقبل الله دعوة المظلوم وإن كان من كافر. يا الله. وإن كان من الكافر. يا الله. فقرعت أبواب السماء فما أنزلت يديها إلا الحدأة قادمة والوشاح معها. لا. فأنزلت الوشاح فسقط على الأرض. لا إله. فطأطأوا رؤوسهم جميعا ندما أنهم استعجلوا في الحكم. ثم قالت السوداء: بيني وبينكم المفارقة، تراكم اعتقتوني، كنت آكل من أكلكم وأشرب من شربكم، لكن الآن بيني وبينكم المفارقة. الآن هي تستعد للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. أصبحت من النساء اللاتي حول النبي عليه الصلاة والسلام. الله. فدخلت المدينة ورأت النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته على الإسلام وأسلمت. الله أكبر. ثم طلبت بس طلب واحد: يا رسول الله، اجعل لي غرفة في المدينة في المسجد النبوي، أريد أن أكون خادمة في هذا المسجد حتى أموت. يا الله. ترى ما تبي شيء. يا الله. فوضعت، وافق النبي صلى الله عليه وسلم، وضعت لها غرفة داخل المدينة، كانت تطلع يوميا بعد الفجر تنظف المسجد وتزينه وتطيبه وتجعله في أبهى الصورة. وبعدين عندها شيء عجيب في زيارة أم المؤمنين عائشة. يا الله. تحب أن تتردد عليها وتتكلم معها، ومنها تزور النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. يوميا. وكان عندها جملة دائما تقولها إذا زارت عائشة رضي الله عنها وانتهت من الحديث، قالت: بيت من الشعر وطلعت يوميا، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، يا ألا إنه من ديار الكفر نجاني. لا إله إلا الله. لا تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أسمع هذا الكلام منها لكن لا أدري ما الذي وراءه. ثم دخلت ثاني مرة وتسولف مع أم المؤمنين في اليوم الثاني، فلما انتهى الحديث أرادت الخروج، قالت: هو يوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من ديار الكفر نجاني. ثم خرجت فمسكت بها أم المؤمنين عائشة، قالت: وما قصة الوشاح؟ فأعطتها القصة اللي ذكرتها لك. لا إله إلا الله. ثم بعدها بعد أيام أراد الله تبارك وتعالى أن يكتب منيتها فماتت. انقضى أمرها بليل، وكان النبي نائم صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم أخرجوها وصلوا عليها ودفنوها. فلما جاء الفجر قال عليه الصلاة والسلام: أين السوداء؟ سبحان الله. سأل عنها. نعم، لأن لها بصمة رائدة. ولهذا المرأة الصالحة التقية الرائدة هي التي تضع بصمة في كل مكان. أنت معلمة؟ يا سلام. أتركي بصمة في التعليم عندك. يا سلام. ليست القضية أنك تؤدين فرض واجب عليك اللي هو تعليم وشرح، لا، القضية كيف أجعل هذه البنت اللي أنا أدرسها تدعي لي إلى يوم القيامة. سلام.
كيف أعلم أن هذه المعلومة دخلت عندها ورسخت المعلومة، ويوم من الأيام أحتاج أن تكون مثل الأخت تهاني الداعية أو غزوة أو غيرها اللي شاركوا كلهم، نحتاج أن تكون يوم من الأيام مشاركة في الدعوة إلى الله. الله أكبر. أنا أحتاج إلى هذه التهيئة. الله أكبر. فقال صلى الله عليه وسلم: أين السوداء؟ قالوا: يا رسول الله، توفيت بليل. قال: ولما لا توقظوني حتى أصلي عليها؟ غضب صلى الله عليه وسلم. يا الله. قالوا: يا رسول الله، توفيت بليل، فما أردنا أن نوقظك من نومك يا رسول الله. قال: دلوني على قبرها. ما اكتفى حتى ذهب عليه الصلاة والسلام وصلى عليها. ما انتهت القصة. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور ملئت على أصحابها ظلمة، وإن صلاتي عليها نورا لهم إلى يوم القيامة. يا الله. اللهم فأكرمها الله بنور من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صلى عليها إلى أن تقوم الساعة. كم من مجهول في الأرض لكنه معروف في السماء. الله أكبر. يمكن ما نعرف السوداء ولا نعرف قصتها ولا نعرف دقائق الأمور، لكنها عند الله معروفة. كم من المحن تضيق صدر المرأة وهي في بيتها، لكنها خبأ الله لها في قدره من المنح العظيمة. لو كشف لها الحجب لقالت: الحمد لله على ما أصابني الله به، ليكفر الله عني ذنوبي وخطائي.